شارك مساعد وزير الخارجية السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري في جلسة موسعة لمجلس حقوق الإنسان في دورته 34 في جنيف، وقد تضمنت كلمة البحرين ملخصا عن أبرز الإنجازات والتحديات في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار والتنمية، وبينت أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. حرص على التعاون الحثيث مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان شدد عليه مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري في كلمة ألقاها في مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 المعقودة في جنيف. الدوسري أشار إلى إنجازات كثيرة تمكنت المملكة من تحقيقها صادقت عليها تقارير عديدة للأمم المتحدة. تأتي مشاركة مملكة البحرين في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان ضمن اهتمامها وحرصها على التواصل مع المجلس وآليات المجلس والتعاون الدولي فيما يتعلق في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان. وألقيت قبل قليل كلمة مملكة البحرين في هذا أمام المجلس وأكدت فيها حرص مملكة البحرين على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي وكافة الآليات التعاقدية والعمل مع كافة الدول الصديقة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال دعم القدرات والدعم الفني. وبالتالي تأتي أهمية هذه الكلمة في إبراز وتسليط الضوء على أهم منجزات مملكة البحرين، إبراز منجزات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتطورات التربوية والتعليمية والتشريعية وفيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة وكافة مجال تحقيق الأهداف التنمية المستدامة وكافة التطورات في مجال المرأة والمجلس الأعلى للمرأة، وتسليط الضوء على الكثير من هذه المنجزات التي هي كثيرة في مضمونها وفي تقدمها وتميزها على مستوى الدولي. تحديات جسيمة تواجه البحرين أبرزها التدخلات الخارجية وظاهرة الإرهاب والتطرف التي تهدد الحق في الحياة وتعيق الاستقرار وجهود التنمية الشاملة. أبرزنا التحديات التي تواجه مملكة البحرين فيما يتعلق بتنامي ظاهرة الإرهاب وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية وارتباط هذا التدخل الخارجي بعملية الإرهاب وتطوره، وخاصة ما آلت عليه الأحداث في الفترة الأخيرة من تطور هذه الأحداث الإرهابية والعمليات الإرهابية بالهجوم على مؤسسات الدولة الرسمية، على سبيل المثال الهجوم على مؤسسة الإصلاح والتأهيل سجن جو والإصابات المباشرة في رجال الأمن، قتل أحد رجال السجن وإصابة الآخرين واستخدام الأسلحة النارية في عملية الهجوم والتخطيط. وأيضا بينا أن أيضا عملية استدراج رجال الشرطة ومنهم الشهيد الحمادي وقتله بسلاح ناري يعتبر جريمة نكراء يستنكرها العالم ولا تمس لأي أمور تتعلق بحقوق الإنسان، واتخاذ البحرين كافة الإجراءات الوطنية القانونية التشريعية بعملية ملاحقة المتطرفين والإرهابيين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاهم العادل هي حقوق دستورية أصيلة للمملكة ويجب أن تتخذها بشكل يحفظ لمكانة الدولة ونمائها وتطورها على كافة الأصعدة وعدم انجرار البلد إلى وقوعها فيما وقعت عليه أو وصلت إليه الدول الأخرى من أحداث مؤسفة. وعبر الدوسري عن تفهم مجلس حقوق الإنسان وارتياحه لما تقوم به المملكة من إنجازات. طبعا احنا ألقينا الكلمة اليوم وأبرزنا هذه المنجزات وهذه التطورات في مجال حقوق الإنسان وأيضا حصل البحرين على التعاون، وأطلعنا دول العالم كافة أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأعضاء والمراقبين وكافة الدول الأعضاء وكافة كبار المسؤولين المشاركين في هذه الدورة على هذه المنجزات، وأيضا طبعنا هذه المنجزات في أوراق تقرير موجز يبرز هذه المنجزات تم توزيعها على كافة الدول، وبالتالي هناك تفهم وارتياح لمواصلة إليه التطورات في هذا البحرين، وأيضا هناك أيضا استياء لعملية استغلال ملف حقوق الإنسان بعملية تسييس بما يضر تطور عملية حقوق الإنسان، وهناك أيضا تفاهم، ولكن يبقى التواصل مع المجتمع المدني المجتمع الدولي والمدني على كافة الأصعدة أمر مهم وحيوي الذي نقوم فيه الآن في عملية اللقاءات المتواصلة نقوم فيها في جنيف. وتستعرض المملكة خلال هذه الدورة تقريرها الوطني الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. البحرين تصر على تحقيق شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني قائمة على الشفافية والانفتاح والموضوعية على المستويين الوطني والدولي. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون البحرين.
وفي نشرة سابقة أكد سعادة مساعد وزير الخارجية في اتصال هاتفي لمركز الأخبار، أكد أن مملكة البحرين استكملت العديد من الهياكل الأساسية المستقلة التي تعمل لضمان وصون حقوق الإنسان. كلمة البحرين تضمنت إبراز أهم الإنجازات في مجال تطور وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أولى اهتماما بارزا ومباشرا لتعزيز البنية التحتية لحماية كافة حقوق الإنسان، ليصبح هذا الإنسان يعيش في مجتمع وبيئة سليمة للنمو والنماء والرخاء. فأبرزنا في كلمة اليوم مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وأيضا برامج وسياسات الحكومة، ومنها برنامج عمل الحكومة 2015-2018 المعنون نحو مجتمع العدلي والأمني والرخاء. وسلطنا الضوء على عدد من المحاور الأساسية والجوانب التي تم ترسيخها خلال هذه الفترة من تاريخ مملكة البحرين، وأظهرنا مثل ما تفضلت في مداخلة أو في بداية البيان أن مملكة البحرين استكملت العديد من الهياكل الأساسية المستقلة التي تعمل لضمان وصون حقوق الإنسان، منها المؤسسة الوطنية والأمان العامة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة. وأبرزنا أيضا ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، وتأكيد على استقلالية السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة وشفافة. وأيضا تبوع مملكة البحرين المكانة الدولية المرموقة، متقدمة على الكثير من دول العالم وفق لتقارير الأمم المتحدة في عدة مجالات تسهم في تعزيز حقوق الإنسان، منها المجالات التعليمية والصحية والإسكانية واحترام حقوق الطفل وحقوق المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال البرامج الحكومية ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة وإنجازها الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها في العام 2015.